تبرز أخيراً ملامحه بعد مناقشة مجلس الوزراء لتفاصيله. أولوية المحافظة على القدرة الشرائية كانت أبرز توجيهات الرئيس تبون في نطاق يحافظ على توازنات مالية لرسم قاعدة للانطلاق نحو مشاريع اقتصادية من خلال استدراك نواقص القانون السابق ومعالجة مشاكل لا تزال تعرقل الاستثمار إلى حد الساعة. كثير من القرارات مهم مرتبطة بعملية الاستثمار، كيف يمكن أن نؤدي إلى إلى منظومة استثمارية مهمة في الجزائر خلاقة للثروة لأنه إمكانيات وطنية كبيرة غير مستغلة في الجزائر. قانون طبعا الإسمار جاء بالنسبة لي كذلك نقطة مهمة آه مرتبطة بالجانب الاجتماعي كذلك بعض طبعا الرسوم تم تخفيض هذه الرسوم سواء بالنسبة لاستيراد المنتجات الأساسية سواء بالنسبة لي حتى المنتجات الوطنية كل هذا يدل على وجود قانون اجتماعي بامتياز مشروع خال من اي ضرائب جديده ينبئ باستمراريه الحفاظ على الطابع الاجتماعي ينتظر منه ان يراعي المصالح الاقتصاديه للدوله ايضا أيضا ليجسد ما نصت عليه ما نصت عليه أحكام الدستور لا سيما دستور, دستور نوفمبر 2020 وأيضا لتطبيق أحكام القانون العضوي 15 18 15 المتعلق بقوانين المالية المعدل المتمم إذا وأيضا في سياق كما قلت تعزيز المكاسب المحققة من بين هذه المكاسب المحققة في الجانب الاجتماعي طبعا تعزيز القدرة الشرعية حماية القدرة الشرعية وتشهد القدرة الشرائية ضعفا كبيرا في السنوات الاخيرة، تحاول الحكومة معالجتها من خلال زيادات في الاجور، بينما ينتظر منها اتخاذ قرارات اقتصادية اخرى للتخفيف على المواطنين. معالجة مشكلة انخفاض القدرة الشرائية والتضخم ابرز ما ينتظره المواطنون من قانون المالية الجديد بينما اعتبر ملف السكن محوريا في اجتماع مجلس الوزراء الاخير. من الجزائر سارابانا اليوم.